Did I expect it? Nah. It's not really something I expected, but it's more something that I can understand because if you're السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المقطع. الأخبار حول اعتزال بدر هاري كانت مجرد ربما أوهام ولا كذب. اللي كان معاه في نفس المكان ريكو فيرهوفن خرج بتصريح، أو لما سولته الصحافة عن بدر واش اعتزل، كان فرق بين أنه فكر في الاعتزال أو يفكر في الاعتزال وبين أنه اعتزل. عندي اليوم الدليل بالقاطع، يعني تصريح أو لقاء مترجم باللغة العربية غتشاهدوا فيه الحقيقة. المهم بالنسبة للمسألة أخرى، حتى الاعتزال في حالة إذا صرح بالاعتزال في هذه الحالة راه ممكن أي واحد يرجع، حتى حبيب من اللي اعتزل قال بسبب أن الأم ديالو ما بقاش خليها يلعب إلى غير ذلك. من بعد في التصريح قال أنه عرض على دانا فريدريك وايت رئيس منظمة اليو اف سي أنه إذا كان شي مبلغ مغري ممكن يرجع. يعني المسألة فيها مازال ما واضحاش. سمعوا هذا المقطع ونكملوا. Was it a shock or did you expect that? Did I expect it? Nah. It's not really something I expected, but it's more something that I can understand because if your life is in this sport and you do everything for it, your whole lifestyle, your family, your kids, your nutrition, all your hours, all your days are in this sport, and you dedicate everything to it. And then, time after time after time, you just like every time you get the L. And that's yeah, it gets frustrating. I think that's why he was like, yeah, I'm really, really, really considering quitting because yeah, maybe it's just not there anymore. So and I really understand as well that. That's an emotional reaction at that moment because he's disappointed, of course, by the way the fight ended. Because he had the fight in hand for two rounds, and then the last round this happened. But yeah, let's see. Let it sink in for a little bit, and let's see how he thinks about this in a couple of days. So I don't know. If he really decides to stop. Then this man had an amazing career, and yeah, if he stops or he continues, I literally take my head off for him. إذن أصدقائي، هذا هو الدليل أنه ما زال يفكر واش يعتزل ولا لا، وكما قال فيرهوفن أنه ممكن في الأيام القليلة القادمة يخرج بهذا التصريح واش غيعتزل ولا غادي يرجع. وفي الغالب، وعقلوا على هذا الكلام اللي كنقول لكم، أنه لا كان شي مبلغ مغري في الغالب بدر يرجع يلعب النزالات. على العموم احنا غير بالنسبه للناس اللي ضخموا الموضوع، العناوين والمواقع القنوات كل شيء كيتكلم على نفس الموضوع، اعتزال اعتزال اعتزال، رغم ان الحقيقه شيء اخر. نتمنى يكون هذا هو الظن ديالي على حساب ما قال فيرهوفن. شنو رايكم في هذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي اعتزل افضل، لكن بغيت الراي ديالكم خلوا لي في التعليق. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تنسوناش من لايك لهذا المقطع وتعليق حول هذا الموضوع، والسلام عليكم.